ودلوقتي عايزين نتكلم بقى عن لقاء الجبابرة، عن اللقاء المرتقب والمنتظر، وفكرة ان محمد صلاح في مواجهة كريستيانو رونالدو. ده النهارده هيبقى 5:30 تقريبا. هم اتواجهوا قبل كده 4 مرات برضو كابتن همام، مظبوط؟ بالظبط، صحيح. هي هتبقى زي ما كريم بيقول ليله ومباراه قويه. بس في كام نقطه قبل ما تجاوب برضو كريم في السؤال ده، علشان دول يبقوا ضمن يعني الاجابه بتاعت حضرتك. لان انا امبارح قريت تصريح لمحمد صلاح تحديدا، وهو لما سئل عن المباراه هو قال يا جماعه يعني اكيد انا بتطلع لحصد اجوال، ولكن برضو في الاول وفي الاخر اللقاء ليس يعني منافسه بيني او منافسه بيني وبين كريستيانو رونالدو. اعتقد الكلام موزون جدا، موزون بصراحه من نجم، يعني نجم النجوم زي ما بيقولوا، يعني القريب لقلبنا جدا. ويعني احنا كنا بنتكلم قبل الهوا ان يعني صلاح ومشواره وحرمان وتعب وشقاه، قصه نجاح بصراحه يعني جميله. يعني احنا بنعتبره مثلنا الاعلى في كل حاجه يعني. فصلاح يعني ربنا يحميه يا رب ويحرسه. زي ما قلت كده، ما فيش منافسه بينه وبين كريستيانو. يعني كريستيانو هو كمان بيحترمه صلاح، لان عارف انه نجم كبير جدا، ونجم بردك صاحب مشوار طويل في عالم كره القدم. يعني فالنهارده المنافسه في الملعب، بس ان صلاح ان شاء الله ان ريفر بول يكسب، وان صلاح يجيب يحرز هدف. هي دي المنافسه ان شاء الله اللي هترجح تصريح محمد صلاح اللي هو بتتكلم عليه. تصريح متوازن جدا وعقلاني جدا ولطيف، لكن في حقيقه الامر على الاقل بالنسبه للعرب الجماهير مواجهه فرديه بينه وبين كريستيانو رونالدو، مهما يقولوا اللي هم اللي فيه. بالظبط، واحنا كلنا النهارده ورا محمد صلاح طبعاً. احنا عايزين ابن بلدنا اللي احنا بنحبه ان هو النهارده يتفوق في الملعب اداء ونتيجه، وفي نفس الوقت كمان ترشيحه لاحسن لاعب يعني السنه دي. طبعا انا شايف ان يعني ميسي المستوى بيقل بشكل كبير، كريستيانو برضك نفس الكلام، صلاح هو الحمد لله رب العالمين اللي طالع الفتره دي. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان ربنا يكرمه النهارده بيوفقه بهدف والمكسب، وفي نفس الوقت كمان يصارع على احسن لاعب هذا الموسم ان شاء الله، احسن لاعب في العالم.